من واشنطن مراسلنا إياد الجغبير، نطلع منك ونفهم أكثر هذا التلميح من وزير الخارجية أنتوني بلينكن إياد بالعودة إلى إمكانية رفع الحرس الثوري من قوائم الإرهاب، وهذا الموضوع الذي كان يثير الجدل خاصة في المنطقة في الأسابيع الماضية. نعم كارولين، اليوم بعد تصريحات وزير الخارجية والتلميح حول الحرس الثوري الإيراني، يبدو بأن العودة إلى الاتفاق كما يصمم البيت الأبيض هو، ويقول بأنه هو الطريق الأفضل لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، هكذا يرى البيت الأبيض الطريق الأمثل. لكن الحديث وزير الخارجية عن موضوع الحرس الثوري هو يؤكد ما تتداوله الصحافة المحلية بأن الولايات المتحدة حريصة جدا بالعودة إلى هذا الاتفاق بأسرع وقت ممكن، خاصة بعد العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية، إذ تقول بعض المصادر المحلية الإعلامية بأن البيت الأبيض يريد العودة إلى هذا الاتفاق بأسرع وقت ممكن من أجل السماح ورفع بعض العقوبات عن إيران، وبالتالي السماح لها بتصدير النفط من أراضيها، وبالتالي استفادة الحلفاء الأساسيين والدول الأوروبية الشركاء لدى الولايات المتحدة الأمريكية. هذا ما تتحدث فيه المصادر المحلية. أما بخصوص موضوع رفع الحرس الثوري، فهذا البند إضافة إلى الكثير من البنود الأخرى لا تلاقي أي قبول لدى الحزب الجمهوري سواء في مجلس النواب أو في مجلس الشيوخ، وهذا من شأنه أن يزيد الفرقة بين كل من الحزبين، خاصة مع الإقبال ومع زيادة الوصول إلى الانتخابات النصفية المقبلة. الجمهوريون في العاصمة واشنطن يريدون أن تكون هناك فرض إلى العقوبات والتعامل مع إيران بأسلوب آخر، لا العودة إلى الاتفاق مع إيران. شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسلنا إياد الجغبير.